مرحبا. أكثر من نصف مليون راكب استخدموا المطار خلال 15 يوم فقط من آب الحالي، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية بهالفترة ليسجل 3995 رحلة من وإلى لبنان. وكان خلال تموز تخطى عدد الركاب المليون راكب بشهر، ما بيفسر الازدحام اللي عم بيشهده المطار اللي أصبح من الملح تطويره. إشارة أنه تكلفة توسعة المطار من الجهتين تقدر ب 30 مليون دولار، بوقت تطوير المطار بيحتاج إلى 88 مليون دولار. الاستقرار الهش للعملة التركية بعد الدعم القطري وتحرك المركزي ما دام لتعود الخسائر سريعا من باب عودة التهديدات الأمريكية بعقوبات جديدة. عادت الضغوط على الليرة التركية لتتراجع 5% الجمعة إلى مستوى 6 ليرات للدولار، وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة التركية بمزيد من العقوبات ما لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون، ما استدعى وبسرعة أعلن وزيرة التجارة التركية أن تركيا راح ترد بحال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، لتكون الليرة تراجعت 37% مقابل الدولار هالسنة بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي. وغذت الخسائر المخاوف بشأن هيمنة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، والتوتر الجديد سجل بعد ما طمأن وزير المالية التركي براء البيرق المستثمرين إلى أن تركيا رح تخرج من أزمة عملتها أكثر قوة، وشدد على أن البنوك التركية قوية. كل ذلك يضاف إلى إجراءات حازمة اتخذها البنك المركزي وتعهد قطري باستثمار 15 مليار دولار بتركيا، دفعت الليرة إلى التحسن من مستوى قياسي متدني سجلته الأسبوع الماضي عند 7.24 ليرة للدولار. رحبت الولايات المتحدة بمساهمة السعودية ب 100 مليون دولار للمساعدة بإعادة الاستقرار إلى أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بوقت بتسعى إدارة ترامب إلى تقليص المساعدات الخارجية. والمساهمة السعودية مخصصة لمشاريع الخدمات الأساسية بتنفيذ من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمناطق شمال شرق سوريا وخاصة الرقة، وذلك لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية اللي دمرها داعش بمجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل. إلى جولة الأسواق نبدأها طبعا من بيروت. مزيد من التراجع ببيروت خاصة على أسهم سوليدير يلي عم تتضرر من تأخر تشكيل الحكومة، وبالخليج الأسواق مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع. استقرار رح نلاحظه بأوروبا مع توخي المستثمرين الحذر بشأن تعافي الليرة التركية، فضلا عن أحدث جهود من الصين والولايات المتحدة لتجنب نشوب حرب تجارية، كما استقرت أيضا وول ستريت بوقت لقى الناسداك ضغوط من أسهم قطاع صناعة الرقائق تحديدا بظل توقعات ضعيفة لهالقطاع. إلى السلع، الذهب عم بيحقق مكاسب محدودة بعد ما كان تراجع إلى أدنى مستوى ب 19 شهر بالجلسة السابقة، كما أسعار النفط عم تستقر نوعا ما إيجابيا بظل زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ما قد يحد من الطلب. أما اليورو فعم يرتفع لليوم الثاني بظل أمل بأن تقود المباحثات الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة والصين إلى انحسار التوترات التجارية، ومع نهاية هالأسبوع مستوى فوق 1.14 عند حدود 1.14. نهاية جولتنا الاقتصادية وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا جيسي.